إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه الجلسة لأعمال القمة العربية الإسلامية والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، وهناك تأكيد من جانب القادة المشاركين في هذه القمة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، محذرين من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بالطبع على وقع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وأيضا في لبنان. أيضا كان هناك كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول خلالها محددات الدولة المصرية في التعامل مع التوترات التي تشهدها المنطقة في هذه الآونة بالطبع، وأكد أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال تصفية القضية الفلسطينية سواء عن طريق تهجير الفلسطينيين أو نقلهم قسرا أو جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. وبالتالي أكد أن المنطقة هي على مفترق طرق وأن المجتمع الدولي لابد أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المستقلة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 بطبع حقوقه المشروعة في هذا الصدد. أيضا تناول الأزمة اللبنانية وأكد دعمه للبنان وكذلك المؤسسات اللبنانية بشكل عام وفي مقدمتها الجيش اللبناني وضرورة تطبيق قرار 1701 بشكل كامل وليس بشكل انتقائي. أكد أيضا أن مصر تتمسك بالسلام كخيار استراتيجي في المنطقة بالطبع وحذر من اتساع رقعة الصراع الإقليمي في هذا الأمر. على الحقيقة أيضا في هذه الكلمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستقف ضد جميع المخططات التي تهدف للتهجير القسري للفلسطينيين كما ذكرنا. أكد في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض على أن مستقبل المنطقة والعالم أصبح عند مفترق طرق، وأكد رفض العدوان على قطاع غزة ولبنان وشدد على أن مصر تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود ولا تزال متمسكة به، ونتابع جزءا من هذه التصريحات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد وعدوان مستمر لأكثر من عام على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولي عن القيام بالحد الأدنى من واجباته في مواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين. إن المواطنين في دولنا العربية والإسلامية بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم يسألون، ولهم كل الحق عن جدوى أي حديث عن العدالة والإنصاف في ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ. ونقولها بمنتهى الصراحة، إن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية يضع النظام الدولي بأسره على المحك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تدين مصر بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة، وباسم مصر أعلنها صراحة أننا سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، هو أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف. ونكرر إن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن مصر
ملتزمة بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيا لوقف العدوان والتدمير الذي يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي ختام هذه الكلمة أوجه حديثي ليس فقط للشعوب العربية والإسلامية، وإنما لزعماء وشعوب العالم أجمع، فأقول لهم إن مصر التي تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود وحافظت عليه رغم التحديات العديدة، ما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي ووحيد لمنطقتنا، وهو السلام القائم على العدل واستعادة الحقوق المشروعة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي. ورغم قسوة المشهد الحالي، فإننا متمسكون بالأمل وواثقون من أن الفرصة ما زالت ممكنة لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل تستحقه الأجيال القادمة عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء. وفقنا الله جميعا لإنهاء هذه المأساة المستمرة وتحقيق أمال شعوبنا نحو عالم يسوده العدل والأمن والسلام. أشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح إذن نافذة مشاهدينا الكرام حول هذه القمة مع الأستاذ هاني فاروق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ هاني، بداية، مجموعة من الثوابت التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية، أهم هذه الثوابت خاصة بداية ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. مساء الخير على حضرتك. حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية في دورتها الثانية أكد على العديد من الثوابت التي عبرت عن رؤية وإرادة مصر القوية في مساندة كل من الأشقاء في فلسطين وفي لبنان جراء الحرب الهمجية والوحشية التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذين البلدين. فخامة الرئيس أكد بشكل قاطع، وهو الأمر اللي أكد عليه مرارا وتكرارا، رفض مصر حملة القتل الممنهج التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلن وتحدث باسم مصر وكل المصريين وبلسان كل المواطنين طبعا أن مصر يعني تقف ضد المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وذلك ما أعلنته مصر فور أحداث 7 أكتوبر 2023 منذ أكثر من عام تقريبا، عندما استضافت مصر قمة القاهرة للسلام، وكانت اللقاءات الثلاث التي عبرت عن يعني صوت مصر أمام العالم أجمع ومساندة القضية الفلسطينية كما نعلم جميعا. وذلك ما أكد عليه فخامة الرئيس بكلمته أن مصر هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تقف بجانب القضية الفلسطينية عبر مراحل تاريخها منذ قديم الأزل. طبعا فخامة الرئيس أكد أيضا رفض مصر لكل أشكال تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا أو تحويلهم من قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وأكد أن مصر لن تقبل تأبيه تحت أي ظرف من الظروف. ما يميز كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو تحدث بلسان كل المواطنين الأحرار ليس في مصر فقط وليس في العالم الإسلامي بل في جميع دول العالم، عندما أكد على هذه اللقاءات التي تؤكد الرؤية المصرية الصائبة ورسالة مصر لأهمية تحقيق السلام وأن يكون السلام في كل المناطق وكل دول العالم، وأكد على أهمية وقف هذه الحرب المستعرة وأن مصر تنتهج السلام كخيار استراتيجي لتحقيق العدل بين جميع الشعوب وجميع دول العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية،
وهي الرسالة المصرية التي ترفعها مصر دائما منذ أكثر من أربعة عقود، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن التنمية هي المستقبل لكل شعوب دول العالم، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل. طيب. أستاذ هاني، أيضا لو تحدثنا عن الأزمة اللبنانية، كان هناك أيضا مجموعة من المحددات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الكلمة، ودعمه للبنان ومؤسساته وعلى رأسها الجيش اللبناني ودور تطبيق القرار 1701، يعني الدور المصري في دعم الملف اللبناني في هذه الأونة. طبعا فخامة الرئيس أكد بشكل كامل التزام مصر بتقديم العون للأشقاء في لبنان ودعم صمود مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وهي رسالة مهمة يعني تبعثها مصر لكل دول العالم بأهمية مساندة الدولة اللبنانية في القيام والعودة مرة أخرى بأداء واجباتها، وأن يكون الجيش اللبناني هو الموجود على أرض الواقع والمسيطر. مصر أيضا سواء تحدثنا عن لبنان أو فلسطين فيما يخص المساعدات التي تقدم، مصر قدمت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين وغيرها من آلاف الأطنان التي قدمت للشعب اللبناني الشقيق. الرئيس أكد أن ما يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق هو مأساة بكل المقاييس، وأكد على أهمية تكثيف الجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل وغير الاستقائي لقرار مجلس الأمن 1701. طب أستاذ هاني، يعني هذه القمة بتأتي في ظل ظروف غير مسبوقة وتحديات إقليمية ربما لم تمر بها المنطقة من قبل، في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وأيضا لبنان، وفي ظل التوترات أيضا مع إيران وغير ذلك من الأمور والمخططات ربما التي تتحدث عن شرق أوسط جديد وغير ذلك، وبالتالي ما هو المأمول من هذه القمة؟ كيف تكون هناك قرارات بالفعل وأوراق ضغط على إسرائيل حتى تتوقف عن هذا العدوان ويتم مواجهة مثل هذه المخططات؟ أعتقد أن البيان الختامي للقمة سيتضمن العديد من المحددات التي ستعمل عليها جميع الدول العربية والإسلامية، أولها أهمية توصيل المساعدات بشكل فوري وعاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة، وقف جميع أعمال الإبادة الجماعية التي تجري على أرض الواقع، محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير المعادلة على أرض الواقع واحتلال المزيد من الأراضي العربية والدول العربية، بل وطن العديد من المناطق العربية كما يحدث في قطاع غزة وكما يحدث أيضا في الجنوب اللبناني. أعتقد أن البيان الختامي للقمة وزعماء العرب سيكون لهم الكلمة الفصل في أهمية إجبار الكيان الصهيوني على وقف هذه الحرب المستعرة التي تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين الآمنين. أعتقد أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها إلى زعماء وشعوب العالم أجمع كانت رسالة واضحة وشافية، عندما أكد أن مصر التي تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود وحافظت عليه رغم التحديات العديدة ما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي ووحيد لمنطقتنا. أعتقد أن رسالة السلام هي التي ستؤكد عليها القمة العربية الإسلامية ومحاولة التحرك العربي والإسلامي في جميع يعني المؤسسات الدولية لإجبار جميع دول العالم على دعم وقف الدعم العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي الذي يستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم في كل لحظة. طيب. أيضا لو تحدثنا عن هذا الصمت الذي وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبغض للمجتمع الدولي بشكل عام في التعامل مع ما يجري في قطاع غزة وأيضا في لبنان، أهمية هذا التحرك العربي الإسلامي مع المجتمع الدولي واستخدام بعض الأوراق ربما للضغط على المجتمع الدولي حتى يتدخل ويتحمل مسؤولياته من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن حتى لتنفيذ هذه القرارات التي تبقى حبرا على ورق حتى هذه الآونة؟ صحيح، أعتقد أن هناك تحركات عربية ملموسة كانت في أوقات سابقة سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة بأهمية إدانة الجرائم الإسرائيلية، وبالفعل خرجت بعض القرارات من هذه المؤسسات الدولية لكنها لم تنفذ على أرض الواقع في ظل
التواصل الغربي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بعض الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل. أعتقد أن يعني أهمية وجود ضغط عربي وممارسات أكثر جدية لإجبار المجتمع الدولي على إصدار قرار عاجل بوقف الحرب المستعرة في غزة وفي لبنان ووقف نزيف الدماء المستمر. أعتقد أن هذا التحرك هو الذي سيكون له الأولوية، وأهمية يعني وجود قرارات أخرى من الممكن أن تصدر عن هذه القمة في بيانها الختامي من إجراءات محددة تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية على أرض الواقع وأهمية دعم الأشقاء في لبنان. وأعتقد أن هناك بالفعل تحركات تجري في هذا الإطار لوقف هذه الحرب ومحاولة التخفيف من الأزمة على الأشقاء، وأيضا مساندة أو دعم إيران بشكل آخر في إدانة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي الإيرانية. دي كانت رسالة مهمة أيضا في هذه القمة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير جريدة الأحرام. وفي مستهل القمة جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إدانة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما طلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأكد ولي العهد السعودي مركزية القضية الفلسطينية والاستمرار في حشد مزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، كما أدان ولي العهد السعودي العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. لك إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. ونعرب عن إدارتنا العميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه.
وفي كلمته أيضا أمام القمة طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فضلا عن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، معلنا رفض مخططات الاحتلال بفصل القطاع عن الضفة الغربية. دعا عباس كذلك لضرورة إعداد الآليات اللازمة للحكومة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة دعم التحالف الدولي لتكسيد دولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الواجب العربي والإسلامي والإنساني والأخلاقي يفرض علينا أمام كل هذه التحديات وبعد فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون لتحقيق ما يلي: أولاً، تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم تمهيداً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة والقدس أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنه ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين. ثانياً، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة والموقعة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وخلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. شدد العاهل الأردني على ضرورة وقف الحرب فورا لحماية الأبرياء وإنهاء الدمار ومنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة. كسر الحصار على أهلنا في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية، وقف التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة التي تضعف فرص السلام وتهدد أمن المنطقة كلها. دعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب عليه وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني الشقيق من مساعدات. إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. أيها الإخوة، على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ولا بد من تحرك فوري لإنهاء العدوان وما يسبب من قتل ودمار وتصعيد في المنطقة. للمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بداية دعنا ننطلق من دلالة وأهمية هذه القمة في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به المنطقة وأهمية هذا التكاتف والتواصل والتنسيق العربي والإسلامي لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية في المنطقة. أولا، دلالة هذه القمة يجب أن تكون هي أن الصبر العربي الإسلامي قد بلغ مداه في ظل العجز الدولي والإقليمي والعالمي والدعم الغير متناهي من قبل إسرائيل وارتكاب المجازر وعدم وجود أي سقف للتحركات والمجازر الإسرائيلية وعدم وجود أي رادع أيضا سواء على المستوى الدبلوماسي أو المستوى السياسي. ومن هذا المنطلق وأمام هذا الأمر كان لابد من عقد هذه القمة الطارئة. في اعتقادي هو انعقاد موفق ودعوة موفقة، ونتمنى أن تسفر على الكثير من النتائج التي تنعكس على الأرض وعلى الواقع السياسي والعسكري. الدول العربية الإسلامية لديها الكثير من الأوراق
التي يجب أن توظفها لوقف هذا العدوان وهذه المجازر المستمرة ليس في فلسطين فالمحتلة فقط، ولكن أيضا ضد الشعب اللبناني وفي سوريا. وإسرائيل تتحرك من منطلق الدعم الأمريكي المتناهي، لذلك هذه الدول العربية الإسلامية كان ولا بد عليها أن تتحرك، ليس يعني أن نقول نصرة للشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، ولكن لأن إسرائيل لديها خطة ولديها خريطة جديدة للمنطقة وللشرق الأوسط وتعلن عن ذلك، وأن الكثير من الدول العربية والإسلامية ونحفظ بالتحديد الدول العربية مستهدفة في الخطة الإسرائيلية الغير معلنة في السابق. كان البعض يقول أن هذه نظرية المؤامرة، ولكن عندما يخرج بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ويعلن أن هناك خرائط جديدة وخريطة جديدة للشرق الأوسط، وبالطبع المستهدفون هم الدول العربية ودول الجوار العربي لفلسطين المحتلة وعلى رأسهم الدول المجاورة. ومن هذا كانت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الكلمة وإشارته إلى الكثير من الأمور التي تخص الرأي العام الشعبي العربي والإسلامي أيضا، بأن هذا الرأي العام ينتظر الكثير، لأن ما يحدث هو تجاوز لكل الغدر ولكل المنظومات الأخلاقية والقانونية والدبلوماسية من خلال هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل. وأشار أيضا إلى أن مصر تتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وعندما قال السلام كخيار استراتيجي أشار السيد الرئيس إلى الخيار السلام القائم على العدل والمساواة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي لا تلتزم ولن تلتزم به إسرائيل. لذلك نتمنى أن تخرج هذه القمة بقرارات قوية، لا نقول إعلان الحرب أو خلافه، ولكن في أدنى تقدير أن توظف الأوراق العربية المتاحة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط بدورها على إسرائيل، خاصة وأن هناك العديد من القرارات التي صدرت من المجلس الأمن الدولي ومن الجمعية العامة، وقبلها هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة برعاية أمريكية والتي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، سواء كان في أوسلو أو كوبنهاجن أو غزة أريحة أو حتى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. هذه الأمور في اعتقادي أن الدول العربية الإسلامية وتحديدا وفي قلبها الدول العربية شعرت أنها مستهدفة وهي مستهدفة، ولكن لذلك كان عليها التحرك، ولكن نتمنى أن يسفر هذا التحرك عن توظيف للأوراق العربية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن هناك إدارة جديدة هي إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. وعندما نقول إدارة جديدة فالرئيس الأمريكي المنتخب الذي سيتسلم مهام منصبه في يوم 20 يناير القادم هو يعتبر الأقوى سياسيا داخليا، هو فاز باكتساح بأصوات المجمع الانتخابي وأغلبية في الكونغرس سواء بمجلسي الشيوخ والنواب، وهو يمتلك القوة الانتخابية. طيب. ونتمنى سوف نتحدث عن هذه النقطة أستاذ محمد، لكن اسمح لي أيضا، يعني كان استمعنا في هذه القمة أيضا إلى دعوة بعض القادة إلى فرض عقوبات ربما على إسرائيل، المقاطعة الاقتصادية، عدم مرور السفن الإسرائيلية من المياه العربية وغير ذلك. هل يمكن بالفعل أن تترجم هذه المقترحات إلى خطوات عملية على أرض الواقع خلال الفترة القادمة؟ يعني بالنسبة لفرض عقوبات على إسرائيل، هذا ليس أمر ليس بجديد. الأمم المتحدة حظرت تزويد إسرائيل بالسلاح، وهناك الكثير من الدول الأوروبية حظرت تصدير السلاح لإسرائيل، بل ومنعت السفن والمعدات وغيرها من وسائل النقل التي تحمل اعتاد حربي بالتوجه لإسرائيل. هذه الآلية في اعتقادي أنه من الممكن تطبيقها، ليس بالدعوة بل تطبيقها فعليا، لأن هناك سوابق عالمية وإقليمية، نتحدث عن أسبانيا، نتحدث عن بعض الدول مثل فرنسا التي حضرت مشاركة إسرائيل في معرض للأسلحة بباريس ورفضت مشاركة إسرائيل. هذه الأمور لا بد أن توظف، لأننا أمام حكومة إسرائيلية متطرفة، ويوما بعد الآخر تزداد تطرفا وتزداد وضوحا في خططها، ونحن أمام رئيس وزراء لا يوجد سقف لطموحاته. ولا بد للعرب والمسلمون في هذه المرحلة أن تكون هناك وقفة، ليس حبا نقول ليس حبا في الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني، ولكن هناك مهدد وخطر حقيقي على مصالح الشعوب والحكام العرب أمام هذه حالة العجز المتواجدة. لا بد أن تخرج هذه القمة بقرارات، لأن الشارع العربي سواء
الشارع العربي الإسلامي سائمة قرارات الشجب والإدانة بدون وجود أي إجراءات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الدول العربية للأسف تربطها علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إسرائيل. وعندما نقول تربطها علاقات دبلوماسية لا نستثني من ذلك الأردن ومصر لما لهما من خصوصية خاصة، ولكن هناك بعض الدول التي ليس لها لا يوجد تماس مع إسرائيل، ولكنها بالرغم من ذلك تقيم علاقات دبلوماسية وتتبادل وفود واقتصادية وغيرها من الأمور. وعندما نقول مصر والأردن كما سبق ونأكد وأشرت لهما خصوصية خاصة، خاصة وأن مصر بما لها من دور إقليمي محوري في المنطقة هي تمارس الدور، لا نقول السلام ولكن الجميع يتابع الرأي العام المصري، وهذا السلام استمرت مصر في الحفاظ عليه من منطلق الحفاظ على قرارات الشرعية الدولية والعهود، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكرر بأن مصر ما زالت تلتزم بالسلام كخيار استراتيجي، ولكن هذا السلام لا بد أن يراعي المواثيق والاتفاقات الدولية والرأي العام العالمي. طيب. وما وقع عليه الأطراف كلها. طيب أستاذ محمد، يعني لو عدنا إلى نقطة الإدارة الأمريكية الجديدة، ربما البعض يعني يؤكد أنه لا يجب أن نفرط في التفاؤل بهذه الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التصريحات التي استمعنا إليها من ترامب نفسه بضرورة توسع إسرائيل ربما، وأيضا هذا الترحيب الإسرائيلي بفوز ترامب والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبالتالي ما هو المنتظر من هذه الإدارة الأمريكية؟ هل ربما نشهد بالفعل تسويات أم مزيدا من التصعيد والصراع خلال الفترة القادمة؟ أولا بكل أسى وأسف المراهنة التاريخية على الدور الأمريكي في عملية السلام كانت فخا، ويوما بعد الآخر كانت إسرائيل تحقق مكاسب سواء على الأرض بالتهام الأراضي أو بقتل الفلسطينيين وغيرها منهم، لأننا بدأنا بخيار الأرض مقابل السلام، ثم وصلنا إلى السلام مقابل السلام، ثم وصلنا إلى السلام مقابل لا شيء. في العلوم الإنسانية ومنها العلوم السياسية والعلوم البسيطة ما حاك جلدك مصري وظفرك، لأن من المفترض منذ فترة ألا تنتظر الدول العربية والإسلامية للدور الأمريكي للدفاع عن الحقوق العربية، لأنك كعرب وكثروات وكجغرافيا وكتاريخ أنت مستهدف، ولا بد كما سبق وأشار أحد المتحدثين من الرؤساء العرب لا بد من التضامن والتماسك والتضافر والتآزر في هذه المرحلة، هو سفينة النجاة الوحيدة التي يمكن أن ينجو فيها من تبقى من العرب. وعندما نقول من تبقى من العرب نحن نتحدث عن أن هناك الكثير من الدول العربية التي انهارت وفتتت وفجرت من الداخل بمخططات وبآليات أمريكية إسرائيلية، وهناك بعض الرواسي العربية التي بقيت وهي دول معروفة ومعدودة، وهذه الدول لا بد أن تحافظ على نفسها، والطريقة المثلى والوحيدة والمؤكدة والمجربة تاريخيا أن التماسك والتعاضد والتآزر هو الطريق الوحيد للنجاة. بالنسبة للإدارة الجديدة، إدارة هذه الإدارة الجديدة والقديمة أيضا نوعا من التضافر وإجراءات على الأرض، إذا اتخذت القمة العربية الإسلامية قرارات معينة في اتجاه معين ودعمت، وعندما نقول دعمت بعضها البعض، هذه الدولة تدعم بالمال وهذه الدولة تدعم بالخبرات، وإذا وجدنا بشكرك أستاذ محمد، يبدو أن تم استئناف أعمال القمة مرة أخرى. بشكرك الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي، وعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى العاصمة السعودية الرياض ومتابعة لأعمال هذه القمة التي تم استئنافها من جديد.